عايزه اقول المصري يوم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم دايما في تقدم وفي تالق، ودايما اصدقائنا وحبايبنا ومغطيين كل اخبارنا بكل دقه وبكل احترافيه شديده، مجموعه صحفيين قبل ما يكونوا يعني محترفين وشاطرين فهم بنحسهم اخواتنا واولاد عمنا واولاد خالنا، حد من العيله. انا يعني بعتبر المصري اليوم عيلتي وبعتبرهم قريبي، لانه في الحلوه وفي المره وفي كل حاجه هم دايما معايا ودايما بيغطوا اخباري، ودايما ما باش بدخل عمل او حاجه بيبقوا مهتمين جدا وبيشاركوني انه عملتي ايه وهتصوري امتى والنهارده عملتوا ايه، ودايما في تواصل وفي تتابع وفي اهتمام شديد، فهم غاليين على قلبي قوي. فبقول لهم كل سنه وانتم في احسن حال وكل سنه وانتم طيبين. كل النجاح والتألق ان هم دايما يكونوا في الصدارة ودايما يكونوا في القمة زي ما اعتدنا وتعودنا، وكل جديد من عندهم وكل سبق من عندهم، وتتابع الأخبار والاهتمام بكل الأحداث اللي بتحصل مش بس الفنية، في كل أنحاء العالم. فالمصري اليوم مميزين جدا. مرسي، شكرا.